وزير الصحة الكويتي أوضح أيضا أن خيار خلط اللقاحات في الجرعة الثانية يعود لرغبة المواطن والمقيم في المرتبة الأولى أو الانتظار حتى وصول دفعات أسترازينيكا. لم يتم اعتماد هذا الدواء، أو تم على سبيل المثال احتمال أنه هو أعطانا مدة أطول لعمل فحوصات، فبالتالي هنا راح نعطي الخيار للمواطن والمقيم بأخذ جرعة ثانية من اللقاح فايزر، مثل ما تم يعني اعتماده من كثير من الدول بخلط اللقاحات الأمارانية مع الفيرال فيكتور اللي هو أكسفورد وإعطاهم هذا. طبعا هذا راح يكون اختياري. تأخر الشركة كان المفروض تورد لنا بشهر واحد، وبعدين صار بشهر اثنين، وبعدين قلنا لا راح يصير شهر ثلاثة لأن المصنع ما انتهى ولا أخذ يعني الاعتمادات المطلوبة. فبالتالي خاطبنا يعني الشركة باتصالات تكاد تكون يومية، أخبارنا بأن المصنع راح يتأخر، وقلنا لهم هذا شيء غير مقبول ولابد أن نحصل من مصانع أوروبا أو مصانع أخرى على اللقاحات بالنسبة لنا، لأن مو إحنا اللي اخترنا المصنع اللي نورد منه، أنتم من يعني أبلغتونا بهذا المصنع وهذا يعني الجزء المسؤول عنه. نتابع الحالة الصحية من الكويت مع الزميلة شاهد المتروك. أهلا بك شاهد، وأنت تتواجدين الآن في أحد مراكز اللقاحات. وقبل أن نتحدث عن مشكلة أسترازينيكا، لنتحدث عن آخر الأرقام فيما يتعلق بالإصابات في الكويت. نعم محمد، آخر الأعداد التي سجلت مقبل وزارة الصحة بعدد المصابين بفيروس كورونا يوم أمس هو 1297 حالة، في المقابل هناك تقريبا 1300 حالة تشافت من هذا الفيروس. طبعا جميع الحالات سواء كانت تعاني من أعراض أو لا تعاني من أعراض تسجلها وزارة الصحة على أنها من المصابين بهذا الفيروس. طبعا الكثير من لم تعلن حتى الآن وزارة الصحة حما إذا كانت هذه الحالات قد تلقت التطعيم أو لم تتلقى التطعيم. نحن اليوم متواجدين في المركز الرئيسي للتطعيم وهو في منطقة مشرف في أرض المعارض بالتحديد. حوالي 5000 إلى 6000 شخص يوميا يسجل ويبادر بالذهاب لهذا المركز حسب المواعيد التي ترسلهم أو ترسلها لهم وزارة الصحة لأخذ اللقاح. اللقاح حاليا المتواجد والمتوفر والذي تعطيه وزارة الصحة للأشخاص هو لقاح فايزر، فيما لقاح أسترازينيكا ينتظر نتائج الفحوصات التي تقوم بها الشركة المصنعة. طبعا هناك الكثير من الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد أسترازينيكا لكنهم بانتظار الجرعة الثانية التي كان من المفترض أن يأخذوها في شهر مايو وأيضا في شهر يونيو الجاري، لكن بسبب تأخر الفحوصات لم يأخذوها خلال المرحلة، إما الانتظار أو تلقي جرعة أخرى. كيف يتلقى المطعمون بأسترازينيكا هذه الخيارات؟ هل سينتظرون حتى وصول الدفعات أم سيبادرون إلى تلقي جرعة أخرى من مطعوم آخر؟ وهل هذا مقبول طبيا على الأقل حسب تصريحات وزارة الصحة؟ طبعا وزارة الصحة صرحت بأن لا تزال هناك دراسات حول موضوع خلط اللقاحين أكسفورد وفايزر. حتى الآن يعني هناك أكثر من 300 ألف شخص من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد. حسب المصادر الصحية تقول بأنه يتوقع موافقة على الأقل 30 ألف شخص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر يوافق بأخذ الجرعة الثانية أو أن تكون الجرعة الثانية من لقاح فايزر في حال ثبتت يعني أو كانت النتائج أو تأخرت نتائج فحوصات أسترازينيكا أو أكسفورد. لذلك هناك يعني رؤية مستقبلية أو خطة فيما يتعلق بالخلط بين اللقاحين بين فايزر وأكسفورد أسترازينيكا.